الزواجي للأمهات نتعهد باسترداد الأسرى ورفض أي مساومة على دماء الشهداء. وعباس إبراهيم يطمئن. وبقول لهم إنه الملف كتير تقدم وإن شاء الله يكون على طريق الحل القريب. فريق الشي أن أن في مستشفى الزهرة. بالعادة بجيب معي هدايا، يعني سواقير حشيشة أو شيء، بس أنتم بعضكم صغار يا حبيبتي ما بتحششوا. روحاني، التقدم في محادثات النووي يمكن أن يشكل أساساً للاتفاق. أهلا بكم في نشرة الظهيرة. في عيد الأم توزعت المعايدات والتحيات السياسية والأمنية المطمئنة لأمهات الشهداء والعسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية، وأبرزها من قائد الجيش العماد جان قهوجي ومن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي برد قلوب الأمهات بتأكيده اليوم أن المفاوضات حامية والملف تقدم كثيراً وهو على طريق الحل القريب. أما قهوجي فتعهد للأمهات باسترداد جميع الأسرى مهما بلغت التضحيات، وأضاف: لن نقبل بأي مساومة أو تسويات على حساب دماء الشهداء. وتوجه قهوجي إلى أم كل شهيد قائلا: دمعتك خلصت لبنان، ودمعتك هي التي منعت العدو الغاصب والإرهاب من أن يتمدد إلينا وأن يعشش في بيوتنا. أقليميا، محادثات النووي يغلفها تفاؤل إيراني عبر عنه الرئيس حسن روحاني بالقول إن التقدم الذي أحرز في المحادثات بين طهران والقوى العالمية يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي، وأن كل القضايا المتبقية يمكن حلها. من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى تقدم حقيقي في المفاوضات مع إيران، لكن ما زالت هناك خلافات، مؤكدا أنه سيبحث اليوم مع نظرائه الأوروبيين في كيفية حل النقاط العالقة. إذن في عيد الأم، تحية من قائد الجيش إلى أمهات أبناء المؤسسة العسكرية. أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي في تصريح بمناسبة عيد الأم أن لا أحد يفقه معنى الشهادة أكثر من الأم التي وهبت الحياة، فإذا كانت كل أم ترمز إلى العطاء فأم الشهيد هي سيدة العطاء، لأنها أعطت مرتين، مرة للحياة ومرة للوطن. وأضاف قهوجي: أمام عطاءات سيدة العطاء نخجل، وإجلالا لدمعتها ننحني، لكننا في الآن عينه نقول لها وبكل ثقة: دمعتك خلصت لبنان، ودمعتك هي التي منعت العدو الغاصب والإرهاب من أن يتمدد إلينا وأن يعشش في بيوتنا ويمحو تاريخنا ويتحكم بحاضرنا ويقضي على مستقبلنا. وفي هذه المناسبة نتعهد أمامك بأننا لن نقبل بأي مساومة أو تسويات على حساب دماء الشهداء، وأننا ستسترد جميع أسرانا لدى التنظيمات الإرهابية مهما غلت التضحيات، ومهما سعى بعضهم إلى توظيف هذه القضية المقدسة لمآرب صغيرة. وختم قهوجي بالقول: تحية إليكن يا أمهات لبنان، وألف تحية تقدير واعتبار إليكن يا أمهات شهداء الجيش، فدماء أبنائكن التي روت أرض الوطن تفتحت ورودا مخملية. بدوره، وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رسالة مطمئنة إلى أمهات العسكريين المختطفين. وبقول لهم إنه الملف كتير تقدم وإن شاء الله يكون على طريق الحل القريب. مفاوضات كتير 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 حامية مثل ما بيقولوا، وكتير ساخنة، وإن شاء الله بيبرد قلبهم وبعيدوا العيد الحقيقي لما بيرجع أولادهم لأحضان. وبقول لهم انه عودي اولاد كمان، مش بس اولادهم، اولاد كل اللبنانيين، اولاد المؤسسه العسكريه اللي هي المؤسسه الام لكل المؤسسات.
أنا بقول صار القتل ورانا لأنه التفاوض قطع مرحلة كتير كبيرة، صار القتل ورانا. هيدي الملفات ممكن تتعرض لانفراجات مفاجئة، كما أنه ممكن تتعرض لانتكاسات حتى نكون أكثر واقعية، بس أنا بتصور بخبرتي بهالموضوع الانتكاسات صارت ورانا. في عيدي الأم والطفل تحية خاصة من مستشفى الزهراء وفريق الشي أن أن للأطفال المصابين بالسرطان في محاولة لإطفاء البهجة والسرور على وجوههم. لأن العلاج من الأمراض والأورام الخبيثة لا يقتصر على الأدوية والعقاقير فقط، بل يتعداهما إلى العلاج النفسي عبر تأمين واحة من الفرح والطمأنينة للمريض، فقد حاول قسم أورام الأطفال في مستشفى الزهراء في بيروت بالتعاون مع فريق شي أن أن الفكاهي أن يرسم الضحكة والحبور على وجوه أطفال أنهكها المرض وسرق العلاج الكيميائي البسمة منها. فأقيم حفل في المستشفى بمناسبة عيدي الأم والطفل، جرى في خلاله توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال المرضى، وأطفى كل من الزميلين عبد الرحيم العوجي وعباس جعفر قليلا من البهجة على وجوه الحاضرين. حقيقة نحن حبينا نعمل اليوم هيدي الحفلة لحتى ندخل عقلوبهم بعض سرور من لنغطي بعض المعاناة اللي هني عم بيعانوا منها. طبعا هيدي الأمراض اللي بتصيب على الأطفال هي صحيح أمراض قاسية ومستعصية، ولكن نحن بهالعلاجات اللي عم نعطيهم إياها عم نحاول نقدم لهم أقصى ما يمكن حتى يشفوا. احنا عزمونا قال في عيد الامهات بدهم امهات، فجابوني انا وعباس، لانه انا وعباس ولا مره كنا امهات، فبركي هلا تعطونا شويه نصايح، يعني كيف مثلا كيف بحط الببروني لشوفها اذا سخنه ولا لا، ما بعرف ابدا هذا الشيء. نحن اليوم بس هيك جايين ننبسط معكم. انا صراحه جاي ارقص لاني ما بعرف ارقص. انا بالعاده بجيب معي هدايا، يعني سواقير حشيشه او شيء، بس انتم بعضكم صغار يا حبيبتي ما بتحششوا، فقالوا لي في حفله جاي ارقص، عاد بيلبس فستان وانا اللي برقص. بدكم يعني ارقص؟ يلا دوروا لنا موسيقى لنشوف مين يرقص مع عباس. يلا مين اول واحد رح يرقص؟ ترقص يا محمد؟ يلا يلا يا نصر الدين لنشوف. وقد حضر الاحتفال مدير المستشفى محمد شعيتو ورئيس القسم الدكتور حسن كامل خليفة وعدد من الأطباء المناوبين وممرضي القسم. ارتفعت محصلة الهجوم المزدوج الذي استهدف احتفالات للأكراد شمال شرقي سوريا إلى 45 قتيلا وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأشار المرصد إلى وقوف تنظيم داعش خلف هذا الهجوم. هذا فيما لم تتبنى أي جهة الهجمات التي استهدفت احتفالات كردية عشية عيد النوروز أي رأس السنة الكردية.
إقليمياً، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي، وأن كل القضايا المتبقية يمكن حلها. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله: في هذه الجولة من المحادثات ظهرت وجهات نظر مشتركة في بعض المجالات التي كانت هناك خلافات في الرأي بشأنها، ومن ثم يمكن أن يكون ذلك أساس اتفاق نهائي. وكان روحاني أكد في كلمة متلفزة مساء الجمعة أن المجتمع الدولي أدرك أخيرا أن المفاوضات مع طهران أكثر فعالية من فرض عقوبات عليها، وقال: أدركت دول العالم والقوى الكبرى أن التهديدات والعقوبات غير فعالة، وأن الأسلوب الصحيح هو إظهار التفهم والاحترام تجاه الأمة الإيرانية. وأضاف: لقد رسخنا حقوقنا النووية وتغلبنا على منظومة العقوبات. من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند عزمهما التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الذي يبدد قلق المجتمع الدولي بشكل تام وقابل للتحقق. وقال البيت الأبيض إن الرئيسين شددا خلال اتصال هاتفي على وجوب أن تتخذ إيران إجراءات لحل العديد من المشكلات المتبقية. إلى ذلك، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت لاحق اليوم في لندن نظراءه الفرنسي والألماني والبريطاني بعد أسبوع من المحادثات مع طهران حول الملف النووي الإيراني التي يفترض أن تستأنف الأربعاء المقبل. وقد أعلن كيري عن إحراز تقدم حقيقي في المحادثات مع إيران، لكن ما زالت هناك خلافات. وقال: سأبحث اليوم مع نظراء الأوروبيين في كيفية حل النقاط العالقة، مؤكدا على وحدة القوى الكبرى في مواجهة إيران. تتابعون بعد الفاصل: قطع الطريق احتجاجا على الحفريات. أهلا بكم من جديد. في طرابلس قطع عدد من الأهالي الطرقات بين أبي سمرة وزغرتا والكورة صباحا لبعض الوقت احتجاجا على عدم تسفيتها وعلى تجاهل بلدية طرابلس للحفريات في معظم الأحياء والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية من وإلى زغرتا وأبي سمرة والكورة. وطالب المحتجون بضرورة معالجة هذا الموضوع فورا، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم حتى إقرار خطة ترفع الظلمة عن أبناء المنطقة. هالطريق إلى سنين إجوا حفروها البلدية وما حد عاد طلع فينا، يعني السيارات تكسير سيارات، ثلاث أرباع العالم تركت بيوتها واستأجرت، أنا واحد من هالعالم. بنروح من هون للمدرسة بصباط وبنرجع بصباط. ليه؟ كرمال الوحل قد ما في وحل. الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي ذكرى مولد مؤسسه أنطون السعادي. أحيى الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى مؤسس الحزب أنطون السعادي في حفل عشاء حاشد ضم إلى الشخصيات السياسية والحزبية والدبلوماسية والسفراء وجوها إعلامية واجتماعية. وفي كلمته أكد رئيس الحزب النائب الممدد أسعد حردان أن الجرائم الإرهابية حية بالذاكرة، مطالبا الحكومة اللبنانية بوضع استراتيجية لحماية اللبنانيين. إن الضرورة الوطنية تتطلب أن يكون الجيش اللبناني قويا وقادرا قوياً في مواجهة إسرائيل وقوى التطرف، وقادراً على صون أمن البلد وحماية الاستقرار والسلم الآلي. وحتى يكون كذلك يحتاج إلى تسليح نوعي وفق حاجاته هو وليس وفق اعتبارات الأمن الإسرائيلي. ونحن نتطلع إلى إزالة الفيتو عن عروض التسليح غير المشروط. وفي هذا السياق نؤكد وقوفنا إلى جانب الجيش ونحيي شهداءه وتضحياته، مطالبين بأن تطلق يده لتنسيق عملياته مع الجيش العربي السوري البطل بغية القضاء على الإرهاب في سلسلة جبال لبنان الشرقية. وشكر حردان كل من ساهم في إنجاز بناء دار السعادة الثقافية والاجتماعية في ظهور الشوير، لافتا إلى أن الدار ستكون مركزا للفكر والحوار ومكتبة قومية للثقافة ومتحفا للفنون ودارا جامعة للندوات والحوارات.
كشفت مصادر تواكب عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لصحيفة الجمهورية أن عمل المحكمة سيدخل اعتبارا من الأسبوع المقبل مع بدء الاستماع إلى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، مرحلة ذات أهمية قد تكون هي الأبلغ في سير عملها. وكشفت المصادر أن فريقي الادعاء والدفاع يعدان العدة لمواكبة شهادة السنيورة بدءا من الاثنين، من دون أن تقلل من أهمية الشهادات التي جرت إلى اليوم أمام قوس المحكمة. لكنها لفتت إلى أنه لشهادة كل من السنيورة والنائب الممدد وليد جملاط حسابات أخرى وأصداء أخرى على مستوى عمل المحكمة. جمعية نيونيت فاند تعين ألين لحود سفيرة لها وتحذر الضمان والتأمين لا يكفيان لتغطية حالات الولادة المبكرة. أعلنت جمعية نيونيت فوند أن أكثر من ثلثي المولودين قبل أوانهم في لبنان محرومون رعاية طبية المركزة التي يحتاجون إليها. الجمعية التي تعنى بتوفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة من الأطفال لفتت إلى أن الدولة تحاول توفير الرعاية الطبية لهم، لكنها تمنت زيادة الموازنة التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض. وفي خلال ندوة عقدتها الجمعية في المركز الطبي للجامعة الأمريكية، حذرت من أن الضمان والتأمين لا يكفيان لتغطية حالات الولادة المبكرة. أطلق من هنا وبمناسبة عيد الأمهات صرخة استغاثة، نقول من خلالها أن آلاف الأطفال في خطر داهم كل سنة في لبنان، وأكثر من ثلثي الذين يحتاجون الرعاية الطبية المركزة محرومون منها. الولادات المبكرة عم بتزيد بالعالم، من هون هي مشكلة كبيرة، ولازم نقول انه الولادة المبكرة مشكلة كبيرة بوفيات الاولاد تحت الخمس سنين وعند الولادة. وقد عينت الجمعية الفنانة اللبنانية ألين لحود سفيرة لها، وللمناسبة أكدت لحود أنها ستضع صوتها في خدمة جهود الجمعية، مشيرة إلى أنه من المعيب أن يموت طفل ولد قبل أوانه لافتقار أهله للإمكانيات أو لافتقاره الرعاية الصحية اللازمة. بعد الفاصل، بيترايوس الحشد الشعبي أخطر من داعش. أهلا من جديد. في اليمن قتل أكثر من 30 شخصا اليوم في اشتباكات وقعت بين قوات الأمن اليمنية ومجموعات مسلحة في محافظة لحج، وتضاربت الأنباء عن هوية المسلحين الذين خاضوا المواجهات. ونقلت رويترز عن مسؤول في أجهزة الأمن قوله إن من بين المجموعات المسلحة عناصر من القاعدة، وتمكن المسلحون من السيطرة على مقر البنك المركزي بمدينة الحوطة وسطوا على أمواله، كما اقتحموا مقر إدارة الشرطة في لحج ومقر قوات الأمن الخاصة حيث استولوا على مخازن السلاح. وكانت مجموعة من الحوثيين شنت حملة دهم في صنعاء على خلفية التفجيرين اللذين استهدفا أمس مسجدين يرتادهما أنصار الحوثيين وأوقعا أكثر من 150 قتيلا. وخلال عملية الدهم جرى اعتقال عدد من المعارضين إلى جهة غير معروفة للتحقيق معهم، وسط انتشار مكثف للحوثيين في العاصمة حيث أقاموا حواجز أمنية. اعتبر الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA الجنرال ديفيد بيترايوس أن الخطر الحقيقي على أمن العراق والمنطقة على المدى الطويل يأتي مما أسماه ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران وليس من تنظيم داعش، لأنه في طريقه للهزيمة. وقال بيترايوس لصحيفة واشنطن بوست إن هذه الميليشيات تقوم بفظاعات ضد المدنيين السنة، رغم إقراره بدورها في وقف زحف مقاتلي داعش في المناطق العراقية. ورأى الجنرال الأمريكي أن تجاوزات الميليشيات الشيعية تشكل تهديدا لكل الجهود الرامية إلى جعل المكون السني جزءا من الحل في العراق وليس عاملا للفشل. أعلن جهاز الأمن القومي الأوزبكستاني قلقه من ظهور كتائب الدولة الإسلامية في أفغانستان المجاورة، وقال إن ظهور الدولة الإسلامية عند بوابة آسيا الوسطى يعني أن التهديد المحتمل زاد من مستوى العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية، مشيرا إلى أن هناك 5000 من أعضاء حركة أوزبكستان الإسلامية الممنوعة في دول عدة بما فيها روسيا والولايات المتحدة يقاتلون في الوقت الراهن إلى جانب
جانب الدولة الإسلامية، وهؤلاء نصفهم من أوزبكستان. في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، أطلقت الشرطة النار على شخص هاجم بالساطور أحد الحراس في نقطة تفتيش بالمطار، ورش مبيدا حشريا على اثنين آخرين. المتحدث باسم قائد مكتب قائد الشرطة المحلية قال إن الرجل الذي يبلغ 63 عاما ويدعى ريتشارد وايت دخل المطار ومر عبر طابور التحقق من إذن الصعود إلى الطائرة قبل أن يوجهه أحد الحراس، فيرد الرجل برش المبيد الحشري ويضرب ضابطة بالساطور ويصيبها في ذراعها، كما أصيب في الحادث بعض المارة الذين هرعوا من المكان. ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات ودوافع الحادث. كان في النشرة قهوجي للأمهات، نتعهد باسترداد الأسرى ورفض أي مساومة على دماء الشهداء. وعباس إبراهيم يطمئن وبقول لهم انه الملف كتير تقدم وان شاء الله يكون على طريق الحل القريب. فريق الشي ان ان في مستشفى الزهراء. بالعاده بجيب معي هدايا، يعني سواقير حشيشه او شيء، بس انتم بعضكم صغار يا حبيبتي ما بتحاشوا شو. روحاني، التقدم في محادثات النووي يمكن أن يشكل أساساً للاتفاق. هذا كان كل شيء في نشرتنا. إلى كل أمهات العالم، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.